يشكل قطاع البناء والأشغال العمومية الحلقة الكبرى لتصريف مجال الصفقات العمومية. بالأرقام يشكل القطاع حوالي 70% من رقم المعاملات. أرقام حقيقية تؤكد أهمية الطلبية العمومية في مجال البناء. تفضلوا، مرحبا بكم. نحن الآن رفقة السيد جمال القرقوري، مهندس معماري، رئيس جمعية خريجي المعاهد الألمانية. جمال يعي جيدا أهمية الصفقة العمومية في تكريس قيم المنافسة. ملي كنقولوا المنافسة تنقولوا لا كاليتي اركيتكتورال في المغرب غتزاد، يعني غتزاد لدرجة أن جميع المهندسين دابا لقينا هذا حاليا في هذه السنة، كل واحد اللي كان مولف كياخذ مشاريع يعني هكذا بلا ما يدير حتى شي مجهود، دابا ولا كيفكر يعني 100 خطره باش كيفاش هي الطريقه باش غياخذ المشاريع. دونك اوتوماتيكمون الا كانت عنده واحد النزاهه راه غيتفكر في الطريقه الصحيحه شنو هي، انه يكون عنده اون بون ايكيب، يكون يمشي يدير اجتهاد هندسي و اون ميم طون لا كاليتي اركيتكتورال ديال المهندسين غتعلى وكتخلق لا كونكورونس. رغم أهمية المرسوم الجديد لمجال الصفقات العمومية في تكريس قيم الشفافية والنزهة، فإنه لم يستطع تحريك العجلة الاقتصادية عبر تسريب كل قيم النزهة. المرسوم حسب هذا المهندس الشاب في حاجة ماسة إلى تحيين. الحل اللي دار كون كان مزيان، كرة هذه السنة كانت يعني سنة المشاريع بالنسبة للمهندسين، لأن كنشوفوا أن المهندسين هذه السنة يعني تفاجؤوا وما قدروش يخدموا بواحد الطريقة كما كانوا خدامين من قبل، والإدارة هي تزادت عليها اون ميسيون اللي ما كانش عندها من قبل.